السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدات والآنسات، حدث سعيد يتكرر معكم كل أسبوع بإذن الله تعالى، الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد، وأمل جديد ولقاء جديد، والجديد والمفيد وحدث سعيد. أهلا وسهلا بحضراتكم، ونستعرض معكم سريعا الأخبار الطبية التي نبدأ بها كل حلقة عشان نزيد من مستوى الوعي الطبي ونزيل المشاكل الطبية. والمشكلة بتاعة النهاردة والخبر بتاع النهاردة قد لا تجد له علاقة مباشرة بأمراض نساء والتوليد، لكن هنشوف العلاقة هتصل إزاي. سريعا نشوف الخبر المنشور على إحدى مواقع الإخبارية المصرية، وحننتقل منه إلى أخبار أخرى ذات دلالة هنشوفها حالا. نشوف الخبر كده لو معانا بعد إذن حضراتكم. المكياج به سم قاتل، مستحضرات التجميل المغشوشة تسبب السرطان. جريدة اليوم السابع تجري تحقيق عن ده وتكشف خريطة مصانع بير السلم لإنتاج المستحضرات المضروبة. وسيدة بتقول إن أنا بشتريها ومضطرة أشتريها عشان رخص سعرها، لأنها أسعارها بتقل 75% عن الموجودة في الصيدليات. وكاتبين أنه على أطراف مدينة معينة في محافظة معينة رصدوا انتشار مصانع بير السلم، إلى جانب كمان محافظات أخرى. يستعين بعض المواطنين بمواد مجهولة المصدر وكيميائية لتصنيع مستحضرات تجميل ووضع علامات تجارية مقلدة. معنا للتعليق على هذا الخبر ومناقشته في الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة. إذا كان معانا ممكن نستقبل المداخلة بتاعته. دكتور مصطفى، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. معك عادل فاروق، أنا أستاذ نساء في كلية طب القصر العيني، والبرنامج برنامج حدث سعيد مهتم بما يتحدث عن أمراض النساء والتوليد. لكن هنشوف مع حضرتك كده إيه علاقة الخبر ده بالسيدات، بس نصل الأول رأي حضرتك الأول في الخبر والعنوان بتاعه ومحتواه من مصانع بير السلم التي تنتج المنتجات المقلدة. رأي حضرتك إيه فيها وفي انتشارها وأسباب انتشارها، ثم خطورتها، ثم دور نقابة الصيادلة في مواجهة هذا والدور التشريع في مصر لمواجهة ده. تفضل يا فندم. طيب، بداية لازم أوضح نقطة مهمة جدا، إن احنا عندنا في سرطان في جسد صناعة الدواء أو مستحضرات التجميل اسمه الغش او مصنع بير السلم، وده مش موجود بس في مصر. احنا كان في عندنا مؤتمر موجود في خاص بميدل ايست بيتكلم عن حجم تجاره الدواء المغشوش، ولقينا ان معظم دول العالم بتئن من هذا الامر، لان في بعض القوانين كان لازم تتغير. الدول اتحركت الفتره اللي فاتت وبدات تبدا تعدل في بعض القوانين عشان نحد من تلك الظاهره، ظاهره غش الدواء او غش المواد الخام اللي بتدخل في اي صناعه تمس جسم المواطن. تمام. احنا في وزاره الصحه الفتره اللي فاتت في مصر لما لقينا حجم المشكله كبير، ومصر بتكون في من ضمن الدول اللي عندها نسبه غش في المواد الخام او الادويه كبيره، فبالتالي احنا عملنا حاجه اسمها منظومه جي اس 1، شركه معينه بتبدا تراقب الادويه بمجرد دخولها لمصر كماده خام حتى يتم تصنيعها ووصولها لايد المواطن. للاسف احنا الفتره اللي فاتت دي ما كانش في عندنا تحرك سريع من قبل وزاره الصحه، عشان كده بننادي باستمرار ونقول محتاجين هيئه مستقله للادويه. كل دول العالم عملوا هيئه مستقله للدواء، فمصر لازم ده يكون الفتره اللي جايه ضروره ملحه عشان نبدا نمنع ده. هيئه سلامه الدواء على المدى القريب. أيوه. او في ظل الاحداث اللي موجوده، ففي تحركات كبيره جدا من قبل الاداره المركزيه بشؤون الصيدله ونقابه الصيدله، بنتحرك بنشوف. عندنا الفتره اللي فاتت تم ضبط اكثر من 25 مصنع بير السلم بيصنع ادويه مغشوشه او مواد خام بتدخل في بعض المستحضرات الطبيه. عندنا القوانين بتجرم تجاره اي ادويه مغشوشه او مجهوله المصدر او المشاكل الخاصه بالمواد الخام. ولكن النقطه المهمه، المواطن البسيط يعرف ده ازاي؟ تمام. المواطن زي ما انا سمعت في تقرير مع حضرتك بيقولوا احنا بنشتري الحاجات دي عشان رخيصه. ايوه، وبتيجي بعربيه ربع نقل، وتيجي عند مواقف محطات المترو ومواقف الميكروباص وبتتعرض كده وباسعار. اتفضل. انا بقول للمواطنين من فضلكم
ما تفرحش بأي حاجة رخيصة، احنا عارفين ظروف الناس عاملة ازاي، ولكن ممكن نفرح بشيء ثمنه رخيص ولكن يؤدي لمشاكل مستقبلية تكلفنا كتير جدا جدا. فمن فضلكم ما تاخدش أي حاجة تمس جسمك، أي دواء، إلا من مصدر أو من منفذ شرعي. المنافذ الشرعية معروفة، روح في أي صيدلية بيكون فيها رقابة قوية فعالة، عشان خاطر لو في أي دواء حصل فيه مشكلة بينزل منشور للصيدلية بسحب الدواء مباشرة من الصيدلية والمواطن ما يستعملوش. فبنقول لهم المصدر الرسمي الوحيد هو معروف عليه رقابة اللي هو الصيدلية. ما خدش الدواء بتاعي من على رصيف، من عربية ماشية في شارع، من أي محل، أو حتى من خلال إعلان على الميديا سواء كانت قناة فضائية أو كان عندي فيسبوك أو أي مواقع تواصل اجتماعي. تمام. ده كله ما فيش عليه رقابة كافية. فده بنقول ده هو السم اللي احنا مش واخدين بالنا منه. واتحركنا تحرك كبير الفترة اللي فاتت مع الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة في مجلس النواب، واتعمل قانون للرقابة وتنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية. أي منتج يمس المواطن أو له علاقة بصحة المواطن يعلن عنه في قناة فضائية لازم يكون في تنظيم مهم جدا، ويكون واخد تصريح من وزارة الصحة بأن هو آمن والمواطن يستعمله وما يحصلش فيه مشاكل الفترة اللي جاية. فبقول المصدر الشرعي الوحيد لازم تكونوا عارفينه هو مكان يخضع للرقابة هو الصيدلية، اشتري منها، لكن إعلان لا، أي موقع تواصل اجتماعي لا، أي أدوية في أي محل أو على رصيف لا، حتى لو كان سعرها أرخص بكتير جدا جدا. وطبعا دي ثقافة مجتمعية، احنا دورنا ان احنا نرفع ثقافة الناس، لان اللي بيعرض حاجة مغشوشة دي اللي سعرها رخيص لو الناس عندها الثقافة مش هتشتري منه، هو مش هيعمل كده. احنا بنرفع ثقافة الناس عشان هم، حضرتك اكيد شفت الصورة اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالست اللي قاعدة فرشة أدوية في سوق من الأسواق وبتبيع الأدوية الشريط بمش عارف كام، شفت الصورة دي حضرتك؟ طبعا ودي كارثه كبيره جدا. احنا حذرنا على من القصه دي من اكتر من 3 سنين، تحذير كبير كان طبعا الناس كلها بدأ من تلك الظاهره من فتره طويله اللي هو الدواء منتهي الصلاحيه. تمام. انا بقى اتفضل. واحنا اتحركنا وكان لازم يكون في عندنا اجراءات رادعه من قبل وزاره الصحه، ولكن للاسف ما كانش المأمول اللي احنا منتظرينه هو اللي تم. لازم الشركات كلها باستمرار اي علبه دواء تنتهي صلاحيتها تخص تلك الشركه تتسحب فورا من الصيدليه، ما تسيبش اي مجال. والناس يبقى عندها الثقافه دي انها، والناس يبقى عندها الثقافه انها تبص على تاريخ الدواء ده منتهي الصلاحيه ولا لا، وان مش ممكن هشتري دواء من رصيف من واحده عشان بيتباع ارخص، لان الدواء ده في النهايه سم قاتل. تمام بالضبط. طيب انا هقول لحضرتك، احنا بنقول بس حاجه اخيره. اتفضل. الموضوع مهم، هو احنا كلنا بنشيل مسؤوليه في هذا الامر، احنا كنقابة صيدله ووزاره الصحه والمواطن نفسه وحضراتكم كاعلاميين. احنا كنقابه بنحاول نقول المشكله فين ونحط اليات الحل وفق قانوننا اللي بيقول ان احنا بنشارك في هذا الامر. وزاره الصحه هي الجهه التنفيذيه، بتنفذ القوانين والقرارات والمنشورات. والفتره اللي فاتت دي احنا شهدنا حراك ما كانش موجود قبل كده، نتمنى يكون حراك في كل الاتجاهات لمنظومه الدواء كلها او كل ما يمس صحه المواطنين. المواطن لازم احنا بنساعد مع حضراتكم ونقول له لازم نغير الوعي شويه لدى المواطنين، ونقول له خد بالك من صحتك. المهم حضراتكم بنقول كلمتين مهمين للمواطنين، ان الدواء ايا كان هو ايه، الدواء مش سيراميك، ما فيش فيه فرز اول وفرز ثاني. اما تروح اي مكان اي صيدليه لقيت الدواء اغلى من طاقتك الماديه، اسال الصيدلي عن المثيل الارخص. الدواء كله زي بعضه، في دواء ب 10 جنيه ودواء ب 50 جنيه، الاثنين ما دام نفس الماده الفعاله واحده الدواء واحد. ما تقتنعش بحد يقول اوعى البديل والكلام ده، ما دام الماده الفعاله بنفس التركيز واحده مفيش مشاكل فيه اطلاقا. رقم اثنين، ما خدش الدواء الا من مصدر ومنفذ شرعي وامن وعليه رقابه اللي هي الصيدليات. شكر لحضرتك جدا. طبعا انا بس هدعو حضرتك انك حضرتك تفضل تتابعني لمده دقيقه كده على الشاشه وتسمعني. الناس هتقول طيب ده يعني مستحضرات تجميل، يعني هيحصل منها ايه يعني؟ ممكن بقى نشوف الخبر التاني. الخبر ده منشور اليوم ومنشور في موقع محترم جدا، موقع روسيا اليوم، ونقلا عن جريدة الديلي ميل. ها انا بقول اهو المصادر، لو سمحتوا نحط الخبر، وده بقى اللي هقراه انا وهقول لحضراتكم ارتباط ده بامراض نساء وتوليد. نحط الخبر التاني بعد اذن حضراتكم. مواد سمية في طلاء الاظافر ترتبط بايه؟ ترتبط بايه؟ بالعقم، بتخصصي، بالقصة اللي الناس بتتكلم عليها وتقعد تقول لي هو ليه حالات تأخر الحمل زادت يا دكتور؟ هو ليه حالات عقم زادت يا دكتور؟
نقرا كده، هقرا لحضراتكم محتوى الخبر وممكن يجيبوه معايا على الشاشه. مواد سميه في طلاء الاظافر ترتبط بالعقم والسرطان، كشفت ابحاث جديده. طلاء الاظافر الخالي من المواد الكيماويه، الخالي من المواد الكيماويه يمكن ان يحتوي مركبات سامه ترتبط في الغالب بالعقم والسرطان. على الرغم من ان عدد من اشهر صانعي طلاء الاظافر قد اعلنوا عن تخليهم عن ثلاث مكونات اكتشفت في بدايه الالفينات وقالوا لهم تخلوا عنهم في طلاء الاظافر، لان المكونات دي مرتبطه بتسمم الدماغ، مرتبطه بمشاكل صحية. لكن الدراسة الحديثة اتعملت اكتشفوا ان طلاء الاظافر ما زال يحتوي على كثير من الاحيان على مكونات مرتبطة بتسمم الدماغ وتشوهات الاجنة، وفقا للدراسة التي اجرتها جامعة هارفارد. الاتحاد الاوروبي حظر استخدام العديد من المواد الكيميائية في مستحضرات التجميل بدءا من عام 2004، الا ان العلماء يقولون ان هذا ادى الى استبدال بعض المواد بمواد اخرى وهي سامة ايضا. هذه المواد الكيماويه المحظوره ما تزال في كثير من الاحيان تستخدم في الولايات المتحده، حيث يسمح لمستحضرات التجميل بالوصول لهذا السوق قبل اختبارها من اجل السلامه. اذا كان ممكن نعرض على الشاشه محتوى الخبر بقى عشان الجزء اللي هقوله ده. وقام الباحثون بفحص 40 طلاء اظافر مختلفا من المنتجات اللي مكتوب عليها للستات ان دي خاليه من المواد الكيماويه. عسر بها على ماده تعرف بثلاثي فينايل الفوسفيت، تراي فينايل فوسفيت، والتي يحتمل أن تكون سمية عند مستويات أعلى من 100 جزء في المليون في ثلاثة من العلامات التجارية الشهيرة التي تعلن على غلافها أنها خالية من المواد الكيماويه. وربطت الدراسة هذه المادة الكيماويه في التسبب في اضطراب الهرمونات. ممكن بقى نشيل الخبر ونرجع ليه أنا. ربطت الدراسة هذه المادة في اضطراب الهرمونات وبحالات مثل، اسمعوا، العقم وأمراض بطانة الرحم المهاجرة التي انتشرت في الفترة الأخيرة، ومتلازمة المبيض متعدد التكيسات، تكيس المبيض، وبعض أنواع السرطانات مثل سرطان الثدي. كما عثر الباحثون على مواد سمية أخرى مثل الرصاص الذي ارتبط بالتقيؤ وصعوبة السمع وصعوبات التعلم لدى الأطفال. وأضاف الباحثون أن مواد كيماوية معينة يمكن إدراجها على أنها عطور في مستحضرات التجميل، موضحا أن الملصقات التي تحملها منتجات طلاء الأظافر ليست دقيقة في وصف المنتجات التي تحملها هذه الطلاءات. وتأتي هذه النتائج بعد أن أظهرت الأبحاث التي نشرت في سبتمبر الماضي، لسه حديثة جدا، أن مستحضرات تجميل ومنتجات العناية بالبشرة تحتوي على خليط من المواد الكيماوية. وبعد تحليل أكثر من 100 مرأة وجد العلماء من جامعة ماسون في فرجينيا في أمريكا أن عندهم هذه المواد الكيماوية في البول، ولديهم كمية غير طبيعية من هرمونات الإستروجين والبروجستيرون. يعني التعرض لهذه المواد الكيماوية في مستحضرات التجميل اللي في بير السلم واللي 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 مسممة، وكمان بعض المكونات حتى في الشركات الكبيرة والتي يوضع عليها أنها خالية من المواد الكيماوية، ارتبط عند هذه الاستروجين المفرط بتكون الأورام الليفية. ممكن نجيب بقية الخبر عشان الناس تشوفه، نجيب بقية الخبر. وارتبط الاستروجين المفرط بالأورام الليفية ومتلازمة المبيض متعدد التكيسات، حيث أن في كثير من البروجستيرون من الحالات مرتبط هذه الهرمونات بسرطان الثدي والنزيف المهبلي غير العادي. يعني الدكتور مصطفى لو لسه معانا عايز أسمع تعليق حضرتك يا فندم، تعليق أخير يعني. هو هنرجع للقانون نفسه من سنة، يعني أكثر من 40 أو 50 سنة، سنة 55 70 سنة تقريبا، كان بيتكلم عن يعني ايه الصيدلة او مهنة الصيدلة، بتتكلم عن كل ما يمس جسم الانسان او الحيوان كمان، يعني حتى في امراض بتنقل من الحيوان للانسان. فكل مستحضر بيمس الجسم، الناس فاهمة ان الدواء اللي بيتبلع او باخده حقن هو بس اللي بيضر، تمام. انا عندي بيمتص المستحضرات بتاعت التجميل دي من الجلد، مظبوط، بتمتص تدخل للجسم. فلو لم يكن المكونات اللي بيحتويها هذا المنتج مراقبه بصوره جيده من قبل الوزاره، وزاره الصحه واخده الترخيص اللازم، انا ما اضمنهاش اطلاقا. ما في مايكرو ميلي جرام تكون موجوده، مايكرو جرام تكون موجوده عندنا ماده معينه ممكن تعمل كارثه كبيره جدا، تكون كارسينوجينكس. دي عشان كده بقول ان اي ماده في اي منتج بتاخده على رقابه قويه من قبل وزاره الصحه. فعشان كده لازم المنتج اللي بناخده وبنستعمله يمس جسمنا، لازم نتاكد ان هو خاضع لرقابه وزاره الصحه وحاصل على الترخيص اللازم، وابعد عن اي جهه بتروج لمنتجاتها لو لم تكن مراقبه من قبل وزاره الصحه. شكرا لحضرتك جدا يا فندم، شكرا. كل حاجه، دواء، كل دواء وكل غذاء يدخل إلى جسم الإنسان قد يؤثر فيه بالسلب وبالإيجاب، ودرجة السمية بتختلف. لكن المنتجات، هذه المنتجات غير آمنة اللي بتتباع على الأرصفة وفي بير السلم.
طب غير آمنة يا دكتور، دي يعني هتعمل حساسية في الجلد، هتعمل مش عارف ايه. لا انا قريت لحضراتكم الخبر ان بيربطوا بين مكونات موجودة في طلاء الأظافر والزيادة المضطردة الحديثة التي يصعب على العالم فهمها في مرضين ليهم علاقة بالبرنامج ده، وال 30% من الاتصالات اللي بتسمعوها هنا مرتبطة بمرض تكيس المبايض ومرض الانتباز الرحمي أو مرض البطانة المهاجرة، وابتدوا يربطوا كمان بسرطان الثدي وسرطان الرحم والنزيف المهبلي المتكرر. هنبتدي نستقبل اتصالات تليفونية إذا كانت معانا، وفي صورة اللي حضراتكم دخلتوها لي دي نبقى نعرضها في اي وقت اذا كانش في اتصال ناخد الصوره دي بعد اذن حضراتكم. طيب ناخد الاتصال الاولاني. ريهام اتفضلي. اتفضلي يا ريهام. الو. ايوه يا فندم. يا دكتور حضرتك ممكن بس تسمعني عشان انا القصه كبيره شويه، فكنت عايزه بس رد منك عشان لازم انا اسمع رد حضرتك في الموضوع. يا دكتور انا كنت حامل، وصلت لبداية الشهر الثالث. أيوة. رحت المتابعة للدكتورة، راحت قالت لي النبض وقف في الجنين. أيوة. فرحت الدكتورة طبعا تسمح حبوب للسقط، ان انا البيبي ده ينزل من غير عملية تفريغ او تنظيف للرحم. أيوة. ففضلت اخد انا في الدواء ده كتير جدا، لدرجة ان انا النهاردة بقالي 42 يوم ولسه ما خلصش، يعني لسه في دم بينزل وكده. ويا فندم حضرتك، حضرتك الكلام اللي بتعمليه ده مش مظبوط. عملية التفريغ هي الدور رقم 2 في تفريغ الرحم. بنقول ان الجراحة جرح والاولى هو التفريغ الدوائي، لكن التفريغ الدوائي ده لعلم حضرتك ولعلم غيرك اللي بيقول لك تقعدي 42 يوم بينجح فقط في 50% من الحالات، وفي 50% من الحالات لا ينجح، وفي 50% من الحالات اللي بينجح فيهم في انزال الحمل بينجح فيهم انزال حمل انزال جزئي، يعني بينزل جزء ويسيب جزء، وبالتالي الجزء اللي فاضل ده لازم يتم تفريغه، لان ترك حضرتك تحت مسمى ان انا خايف عليكي ومش عايز اعمل لك جراحه ينتهي بان بقالك 40 يوم في نسيج ميت داخل الرحم بواقي منه، ده لو حصل فيه اي التهاب، الالتهاب ده لو مس بطنه الرحم او وصل الى الانابيب لدمر الانابيب ودمر فرصك في الحمل. يعني يا دكتور لازم اعمل عمليه تفريغ. واحد، لازم اتعامل مع متخصص يقول الحقيقه وكلام علمي، تمام؟ لان الكلام محدد. انا مع كذا دكتور يا دكتور والله. الكلام اهو، 50% من الناس هيحصل تفريغ خلال 3 ايام لاسبوع، اذا لم يحدث التفريغ دوائي يعني بالدواء، اذا لم يحدث يتم عمل تفريغ جراحي، نقطه. من 3 ايام لاسبوع، مفيش 42 يوم عندي نسيج فاضل جوه الرحم، ومفيش دكتور في ال 42 يوم قال لك تعملي تفريغ؟ لا، واحد بس بتاع اسيوط بس انا خفت. بس يعني. طبعا ايوه، ما هو المشكله مش فيه، المشكله في حضرتك. في حد قال لك فحضرتك قلتي لا، فعملوا ايه بقيه الدكاتره بقى؟ اشتروكي وما اشتروش الطب. يعني ايه؟ اشتروا خاطرك. انا اذا قلت وانت قاعده قدامه كده، الدكتور قال لها تعمل تفريغ ما عجبهاش فمشيت من عنده وجات لي. يعني يا دكتور انا استني. طيب. اسمعي بس ما يدور داخلهم. انا اذا قلت لها تعمل تفريغ برضه هتروح له هو، لان هو اول واحد قال لها تعملي تفريغ، وهتخرج تدور على غيري لان الكلام ده مش عاجبها. انا اقول لها الكلام اللي بيعجبها عشان بعد يومين تيجي هنا تاني واقول لها طب جربي، وبعد يومين نجرب تاني، لان انت حضرتك اللي حكمتي. هما بيقولوا لك الكلام اللي بيراضيكي. دكاترة النساء بيفهموا الستات وهي قاعدة قدامهم، بيقولوا اللي بيراضي الستات مش اللي بيراضي الطب والعلم. المشكلة مش فيهم. يعني يا دكتور المشكلة فين؟ عرفتي؟ عرفتي المشكلة فين؟ اللي عملت المشكلة دي هي اللي جايز تيجي بعد 6 أشهر سنة، ها؟ تقول الحقوني ما بحملش عشان النسيج الميت اللي سبته جوه الرحم حصل فيه التهاب فبوظ الأنبوبة. يعني يا دكتور طيب دلوقتي انا ممكن يكون حصل حاجه؟ طيب طبعا ممكن يكون حصل حاجه، وطلعت القصه اللي حضرتك بتحكيها لا قصه طويله ولا صعبه ولا معقده. القصه ان من لا يعرف افتى فيما لا يعرف بما يضره وعليه تحمل مسؤوليه هذا. استاذ محمود اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور عادل؟ اهلا بحضرتك يا فندم. الشيخ انا عندي بنتي عندها 21 سنه. ايوه.
وكانت تعبت وشكت من بطنها، فوديتها لدكتور امراض نسا. ايوه. طلب مني اشعه رنين وتحاليل دم. ايوه. وبعد كده قال لي ان في كيس شوكولاته في ريح المبايض عايز يتشال. طيب يا فندم، هو مش في ريح المبايض، هو على المبيض. هو ده مرض اسمه البطانه المهاجره. قال لي ان انا اشيله جراحه، وفي دكتور قال لي ان انا اشيله بالمنظار. حاضر. الافضليه ليه حضرتك؟ هو ده السؤال؟ لا، ما انا عايز اشوف هل هو لازم تدخل جراحي ولا في علاج لانه يتشال ينصرف لوحده. تمام. حجمه قد ايه يا فندم؟ حجمه 8 سم. تمام. طبعا برضو المشكله مش في الدكاتره. الدكاتره كلهم قالوا لك انك تعمل جراحه، صحيح هم اختلفوا في الطريق، هقول لك ليه. بس حضرتك بتتصل بيا علشان تقول جايز حد يقول لي اديها دواء فما اعملش عمليه. حضرتك نفسك في ده، تمام؟ مظبوط. اه مظبوط، حضرتك نفسك في ده، نفسك في الغلط، وهتفضل تدور لما تلاقي حد يقول لك ايه؟ هتقعد قدامه كده، يا دي الخيبه، البنت دي لازم تعمل عمليه، ده اللي هيدور جواه. وبعدين كل ما حد يقول لها اعملي عمليه يقوم ابوها واخدها من ايدها وسايبه وماشي. طب انا بقى ايه؟ بص يا حاج، لا احنا هنجرب ده نجرب. فانت تقول الله الله يبارك لك، انت هايل، انا ما شفتش حد زيك. فيديك الدواء شهرين ثلاثه، وبعدين على فكره هيقول لك على فكره صغر سنتي. صغر ايه؟ سنتي. تمام. خد الدواء ثلاث اشهر كمان فهيصغر، يقول لك ده صغر نص سنتي. هو لا صغر لا سنتي ولا نص، ولا هيصغر من اساسه الكيس اللي حجمه 8 سنتي ده. وايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل ان حضرتك ما انتش دريان ايه المشاكل بتاعه المرض ده، فبالتالي من لا يعرف افتى فيما لا يعلم بما لا يعلم. تمام. اللي هيبقى بعد كده بيدفع تمن ده ويسمع انها بعد الشر ما بتحملش، او محتاجه تعمل حقن مجهري، او الحوض بتاعها بقى فيه التصاقات شديده، هو حضرتك. تمام. اللي عند البنت ده مرض اسمه البطانه المهاجره، وهذه هي اعراضه: الم شديد مع الدوره. بنت حضرتك كل ما تجي لها الدوره كل شهر، انتوا والجيران واصحابها ومعارفها كلهم بيعرفوا من البنت بتعض في الارض والم شديد جدا وتخبط دماغها في الحيط، وزاد جدا الفتره الاخيره. الكلام ده بقاله سنتين بس احنا مش دريانين بيه ومطنشين، وكانت امها وخالتها وعمتها بتقول لها عادي وايه يعني، وطبيعي ان كل البنات بتجي لها الدوره بألم، وجايز تكون راحت لحد كمان افتى بهذه الفتوى، لحد ما حد عمل السونار وما عرفش يشخص لانها انسه، والسونار معمول من البطن فقال كمان اعملوا رنين، فاكتشفوا ان في كيس دموي على المبيض حجمه 8 سنتي. حضرتك بتقول انه ريح المبيض، هو لا بقى ريح ولا بقى فيه مبيض، لان خلاص المبيض تحول الى كيس. المبيض اللي حجمه 2 سنتي ما بقاش فيه نسيج مبيض، وبقى كله عباره عن المرض ده اللي اسمه البطانه المهاجره. هذا المرض طلبوا منها تحاليل لدلاله، واحد من دلالات الاورام اللي اسمه السي 125 المفروض يكونوا عملوا كده. وهذا المرض اذا ترك يدمر مخزون المبيض من البويضات، وبالتالي هذا المبيض اللي عليه كيس 8 سنتي غالبا انتهت البويضات بتاعته النهايه كامله ولم يعد بداخله بويضات. وبالتالي هذا المبيض الحفاظ عليه من الصعوبه بمكان، ومن الصعوبه كمان الحفاظ على نسيج مبيض طبيعي. والاجابه طبعا هذا يحتاج الى تدخل جراحي ولا يمكن علاجه دوائيا. والاجابه ان اي جراحه تجرى لانسه، او اي جراحه في الحوض عموما، او اي جراحه تبع امراض نسا، الافضليه والاولويه فيها للمنظار. لكن مش هتلاقي جراحين مناظير كتير يقدروا يصدوا على كيس حجمه 8 سنتي ويستطيعوا اجراءه. فمن لا يستطيع التعامل بالمنظار هيختار الطريق الاسهل له، وهو فتح البطن. وهو ليس عيب قوي، لان حجم الكيس ده مش كبير قوي، لكن يظل المنظار هو الاولويه والافضليه، علشان دي انسه، عشان ما يتفتحش بطنها، عشان ما يحصلش التصاقات، عشان ما تبص الانابيب، عشان ما يتدمرش مخزون المبيض من البويضات. هذا اللي حضرتك ماشي بتلف بقالك شهرين ببنتك بتحدثه، بتحدث تدمير لانابيبها والتصاقات في الحوض وتدمير للمخزون. هذه الانسه تحتاج الى تدخل جراحي عاجل، والافضل هو التدخل بالمنظار، ويجب تقييم حالة هرموناتها ومبيضها ومخزونها وهذا المرض. تفضلي يا فندم. الو. ايوه يا ريهام، اتفضلي. دكتور، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. انا بس كنت متجوزه بقالي 5 سنين. ايوه. وربنا كرمني باول بيبي، بس اتوفت يعني. بعد كده جبت بنوته ثانيه، وبعدين دلوقتي انا بعد ما فطنتها اللبن ابتدى ينشف من صدري خالص. ايوه. علاج كتير جدا، كذا نوع من انواع اللبن.
أدوية اللبن يعني، وكمان كان عندي التهابات عرفتها، وكان عندي تكيسات وملخبطة في الهرمونات أصلا، والتبويض عندي الدورة ممكن تقعد معايا ممكن توصل 15 يوم في الطبيعي يعني، في الطبيعي مش أقل من 9 أيام. ايوه ومش عارفة أحمل كمان، أنا دلوقتي بقالي أكتر من 2 سنين مش عارفة أحمل خالص، مع إني ما حدش قال لحضرتك ان اللي عندك ده اسمه تكيس مبايض، 2 انه من درجة شديدة، 3 انه احدث خلل في بطانة الرحم، حدش قال الجمل دي؟ هو انا عرفت ان انا عندي تكيس، المفروض ان انا خدت علاج وتعالجت منها المفروض. اتعالجتي يعني حضرتك دلوقتي بتكلميني الان اليوم وحضرتك طبيعيه، التكيس ده كان في الماضي اما الان فحضرتك الحمد لله ممتازه المفروض على كلام الدكتوره اللي كنت طالبه معاها، وعشان كده الدوره منتظمه، وعشان كده حضرتك بتحملي بسهوله، وعشان كده شعر راسك ما بتقوميش تلاقيه جنبك على المخده وانت نايمه. هو ايه اللي حضرتك جاوبيني قولي لي او لا. دي لا، الدوره يعني الدوره الشهريه بتجيلي طيب، ويا ريت قبل منا كمان نشوف التليفون اللي كان معانا للاعداد التليفون. طيب معانا منا، وبعدين نجاوب على التكيس المبايض اللي من درجه شديده، اللي يا مدام ريهام تكيس المبايض مرض مزمن لا يشفى ولا ينتهي، العمر كله ما فيهوش كان عندي تكيسات وخفيت منها، تمام؟ واختلال هرمون اللبن واختلال الدورة وكتر عدد أيامها دليل لتكيس مبايض من درجة شديدة، ورجاء التعامل مع طبيب جيد متخصص في مجال تأخر الحمل يقول الحقيقة وكلام علمي، حيث ما قيل لحضرتك هو كلام لتطيب خاطرك. معنا اتصال تليفوني آخر، اتفضلي. الو، لو سمحت يا دكتور معلش، بس انا يعني المشكله معايا طويله شويه. ايوه يا فندم. انا دلوقتي انا اول ما الدوره جاتني قعدت سنه مش منتظمه خالص. ايوه. لدرجه ان هي كنت ممكن ما اغسل منها اسبوع وتجيلي ثاني في نفس الاسبوع، كل ما اغسل منها تجيلي سنه كامله. المهم ان انا دلوقتي اتجوزت، بعد الجواز من اول يوم في الجواز لحد شهر الفرح الاولاني كله دم، ما فيش دم ما بنقطعش. ايوه. وبعدين رحت كشفت الدكتور عطاني مضادات حيويه جامده تنشف الالتهابات، وعطاني منشط للتنشيط. فندم مضادات حيويه ايه للالتهابات؟ الالتهابات اللي بتبقى في حاله حضرتك دي اسمها التهابات فطريه، والالتهابات الفطريه مرض مزمن مرتبط بالاختلال الهرموني اللي عند حضرتك، والالتهابات الفطريه تزيدها المضادات الحيويه. المهم غيرت الدكتور ورحت دكتور تاني بره مصر. ايوه. الدكاتره اللي بره مصر قالوا لي عندك التهابات حاده فوق ال 90%. مفيش حاجه في الطب اسمها 80 و90 و100% في الالتهابات، مفيش حاجه اسمها كده. ده اللي اتقال لي، المهم ان الدكاتره طلبوا مني تحاليل عملتها كامله، عملت كل التحاليل. اللي طلبوها منك، اللي قد تكون مطلوبه وقد تكون لا. وطلبوا من جوزي برضه تحاليل، فطلع عند جوزي التهاب في السائل المنوي. ناتج عن الحاله اللي بيني ومني انا. يعني التهاب مني انا عمل له هو فيروس. فيروس. طيب. والدكتور قال له ما ينفعش انك تقرب ما بين مراتك تاني. فيروس ايه بقى؟ ما اعرفش. هو لانه فيروس جه وليه لجوزي. فيروس من عن طريق انا، والدكتور قال لي ما تقربش لمراتك. طيب يا فندم، هو في فيروسات بتنتقل بالعلاقه الزوجيه لكن ما بتبانش في تحليل السائل المنوي. طب انا دلوقتي عايز افهم حاجه. هو يعني انا في الوضع ده، انا ليا دلوقتي سنه متجوزه ما فيش حمل. ايوه. والدوره مش منتظمه خالص. ايوه. وانا مش عارفه اعمل ايه. حضرتك بعد اذنك تسمعيني، لان الكلام اللي هقوله هو الاجابه بتاعت حضرتك واجابه مدام ريهام اللي من اسكندريه برضو اللي قبل حضرتك، ولو سمحتم الاعداد تليفون الوقتي مدام ريهام ومدام منة، الاتنين دول سيدات عندهم داء ومرض تكيس المبايض، وهو خلل هرموني.
يصيب السيدات يا مدام ريهام اللي عندهم استعداد له لما حصل لهم زيادة حديثة في الوزن كلها في منطقة أسفل البطن والأرداف والفخذين وهو ما حدث بعد ولادتك الثانية، ويؤدي إلى اختلال الدورة وكميتها وعدد أيامها وأعراض ذكورية أخرى زي الأعراض بتاعة البشرة الدهنية والحبوب وتساقط سعر الرأس، والدرجات الشديدة والمتقدمة من تكيس المبايض يحدث فيها خلل شديد في بطانة الرحم تؤدي إلى أن الدورة بتيجي تقعد أسبوع 10 أيام 15 يوم. ويا دكتور جات لي الدورة بحر شديدة قوي غرقت دم، أو ما كانتش شديدة قوي بس قعدت نقطة بقعة نقطة لمدة شهر ونص 3 أسابيع مش عايزة تقطع، أو الاتنين يبقوا مع بعض، ابتدت بنزيف شديد ثم تطور إلى تساقط ونقط وبقع لمدى أسبوع. هذا يشير إلى خلل هرموني شديد ومتقدم، وهذا الخلل الهرموني الشديد والمتقدم يحدث سمك شديد في بطانة الرحم، وهذه البطانة يجب تقييمها وقد تحتاج إلى عمل كحت، وهذه درجة متقدمة من تكيس المبايض. وأي محاولة لإحداث حمل وتنشيط للتبويض قبل إصلاح الخلل الهرموني سينتهي بإن ما يحصلش استجابة للمبيض وما يحصلش تنشيط، أو تطلع بويضات كتير حجمها صغير ويحدث للسيدات دول أحيانا ما يسمى بفرط التنشيط، وهي مشكلة شديدة قد تؤدي وقد تودي بحياة بعض السيدات اللي عندهم تكيس مبايض من درجة شديدة. معنا اتصال تليفوني، تفضلي يا عز. تمام، طيب ده يعني إلى أن يصل لنا صوت الاتصال، ده المختصر في تكيس المبايض اللي يا مدام ريهام، تكيس المبايض مرض مزمن لا يشفى ولا ينتهي ولا يختفي العمر كله، فمريضة تكيس المبايض هي مريضة تكيس، مفيش جملة أبدا تتسمع من مريضة تكيس اللي حضرتك قلتيها كان عندي تكيس، مفيهوش كان بالفعل الماضي، كان ولا زال وسيظل، أما العلاجات والمحاولات هي فقط محاولة لضبط هذا الخلل الهرموني. معنا اتصال تليفوني، فاطمة اتفضل. مين؟ هالة اتفضلوا. مدام فاطمة اتفضلي. اتفضلي يا فندم. عليكم السلام. اتفضلي يا فندم. حضرتك انا الحالة بتاعت فرط التنشيط، انا حالة فرط التنشيط اللي توصلت مع حضرتك اكتر من مرة قبل كده. وطلبت ان انا اكلم حضرتك النهارده لاني ناس كتير بصراحه مش عارفه خطوره فرط التنشيط اللي انا وصلت له، وكنت هموت فيه يعني حقيقي، وصلت للموت فعلا. طيب حضرتك اتصلتي اظن كنت اخر اتصال في الحلقه اللي قبل اللي فاتت، وفي الحلقه الماضيه كان في سيده كده بتتحدث حديث المصريات الظريف اللطيف، انا عايزه توأم، انا نفسي في توأم، انا بشوف العيال التوائم كده الله شكلهم حلو، نفسي كده اتصور جنبهم، فعايز اخد منشطات من غير اي علاجات ومن غير دواعي طبيه. وعندها 36 سنه كمان يا دكتور. قلت لها ان حضرتك جايز يحصل لك فرط تنشيط. فرط التنشيط هي مشكله تحدث للسيدات اللي بياخدوا جرعات عاليه من المنشطات، لا بس مش اي ست. فرط التنشيط مرتبط بمريضات تكيس المبايض، وخاصه مريضات تكيس المبايض من درجات شديده اللي هرمون ال اتش بتاعهم بيبقى 10 او اكتر، او هرمون ال ام اتش 6 او اكتر، وعند استخدامهم أدوية شديدة للمنشطات، يعني من الآخر كده اللي بيعملوا حقن مجهري في الأغلب، والتريجر الدوس على الزناد اللي بيدخل الستات دول في فرط التنشيط هم أخذ الحقنة التفجيرية، وده يجب أن يكون متابعة تبويض متابعة جيدة ومصاحبة بتحليل اسمه الإيتو عشان نتفادى حدوث فرط التنشيط. إيه بقى اللي حضرتك عايزة تقوليه؟ تفضلي. أنا حضرتك يعني أنا عمري 38 سنة. أيوة. ودلوقتي حضرتك دخول حقن مجهري بعد 3 محاولات فاشلة، يعني أول جنين مات في الشهر الخامس، وتاني مرة بعد اختبار الحمل طلع في حمل بس ما كملش أسبوع، بعد كده المرحلة الثالثة، وقلت لحضرتك على اللي أنا وصلت له في فرط التنشيط، أنا الهيموجلوبين وصل 4، كان عندي تسمم في الدم. الكرياتينين عالي بتاع الكلى. الكرياتينين عالي يعني حصل توقف اللي هو وظايف الكلى. ايوه حضرتك
حضرتك بتعملي حقن مجهري ليه؟ ليه الداعي اللجوء للحقن المجهري؟ تحليل الزوج يا دكتور في الأساس. يعني في مشكلة في تحليل الزوج. أيوة حضرتك. طيب وأنا تكيسات من درجة شديدة، وكنت متابعة يعني لحضرتك من أول الزواج، وعرفت إن التكيسات من درجة شديدة ممكن لها العلاج مش هتستجيب يبقى المنظار. تمام. فحضرتك أنا لما اتجهت للعلاج بس زوجي التحليل ما كانش بيتحسن بشكل كويس يعني، فقلنا اختصارا لأن العمر فكان التحويل للحقن المجهري أسرع. أيوه. وثلاث محاولات فاشلين، بس دلوقتي يا دكتور ابتدى التحليل يتحسن شوية، يعني العدد 14 مليون، الحركة 24%، هي التشوهات اللي ما تحسنتش خالص، بقت هي 100% يا دكتور. بس حضرتك التحسن ده ما كانش من خلال متابعة مع دكتور ذكورة بصراحة، قد ما كان باستخدام حاجات طبيعية. العسل يعني. حضرتك والأعشاب اللي هي وهو زوجك مدخن؟ لا حضرتك، بس عنده سمنة. طيب، هي سمنة يعني الرجال خاصة لو في منطقة أسفل البطن بتزيد من درجة حرارة الخصيتين وتشوه الحيوانات المنوية وتضعف الحركة، دي من الحاجات المؤثرة جدا يعني. طيب الوقت حضرتك بس نتكلم شوية على تكيس المبايض اللي عند حضرتك. ايه اللي حصل بقى؟ اولا يعني تفتكري تحليلك ايه؟ ال اتش كام؟ تحليل المخزون كام؟ المخزون هو اللي فاكراه كويس يا دكتور ان هو 9. ده سيء قوي، ده عالي جدا. طيب ايه اللي حصل بقى في اخر محاوله؟ ما حضرتك ما حدش خد باله ان حضرتك عندك تكيس مبايض؟ ما حدش عمل علاج للتكيسات قبل التنشيط؟ لا حضرتك، كنت كل اللي باخده جنيرا 3 شهور قبل ما نبدا البروتوكول بتاع العلاج. خدت جنيرا 3 شهور، كانوا بيدوني برشام الغده. تمام. كنت باخد ديس نكت بتاع هرمون الحليب. ده كويس كمان عشان ده من الحاجات اللي بتقلل فرط التنشيط. انا هحاول اتكلم بقى يعني اخد من كلام حضرتك واكمل. طيب وحضرتك خدتي منشطات كتير عشان عمل الحقن المجهري، ايه اللي حصل بقى؟ التحليل اي 2 وصل كام ولا ما كانش بيتعمل؟ لا اتعمل حضرتك تقريبا كان 5000 يا دكتور. وانا سمعت من حضرتك ان لو 2000 او ازيد انا ممنوع ادخل اوضه العمليات. مظبوط، ممنوع تاخدي الحقنه التفجيريه. اعطاء الحقنه التفجيريه فوق 2000، وبعض الكتب بتقول 2500، بعض الكتب بتقول 3000، في اختلاف في المنطقه دي يعني. ده عباره عن تصريح بالقتل، يعني اننا بنزق البني ادم ده الى الوفاه. يعني فوق حضرتك الارقام دي اخد الحقنه التفجيريه عباره عن انك بتزق بني ادم الى الوفاه. حضرتك ابتدى ضيق تنفس، ميه كتير، تقل. كل ما اقول يا جماعه انا حاسه بتقل، الدكتور يقول لي عشان الابيض ابتدى حجمه يكبر والبويضات كتيره، كانوا 35 بويضه حضرتك. هو ده يا فندم ده برضه فرط التنشيط؟ ايوه، ده من عامل فرط. دخلوني اوضه عمليات يا دكتور تاني، سحبوا لي لترين ونص ميه. اتعبت تاني يوم؟ تاني يوم هتعبيهم حضرتك؟ ما ايوه، انا بقيت عامله زي البالونه، ولذات بقى وخلوني اتجه للمستشفى اني لقوا الهيموجلوبين 4، لقوا التنفس انا مش عارفه اتنفس كويس. اما حضرتك لازم تخشي عنايه مركزه، حضرتك لازم تخشي عنايه مركزه. حضرتك انا قلت له للدكتور، انا اللي قايله له، قلت له انا كده هدخل على رعايه مركزه، قال لي لا هنحاول انقاذ ما يمكن انقاذه في مستشفى خاصه. الكان انا حطوها لي في رقبتي، اتنقل لي كيسين دم. هو الكان اللي حطوها لك في رقبتك عشان كنت مورمه فما كانوش لاقيين اورده؟ أيوة. انا حسيت بصراحه ان ده مجال للخطوره، يعني اني عشان ينقذوني بسرعه، لاني نزلوني من المركز على طول على المستشفى الخاصه، حطوا لي الكانونه ونقلوا لي كيسين دم يا دكتور. ايوه. بعد كده لقيت جسمي كله بيتنفخ، وايدي ورجلي ما بقتش عارفه، يعني بيشيلوني عشان يدخلوني التويلت. فقالوا لي بقى، راح الدكتور داخل لي قال لي انت لازم تتابعي مع دكتور بطنه كلى. الدكتوره قالت لي انت عندك تسمم في الدم والكلى بتقف، انت لازم يبقى مكانك، لو في بيت انت خطر، انت تتجهي على القصر العيني. وفعلا انا حسيت ان هم يا دكتور خبوني في القصر العيني عشان ما ادخلش نسا، دخلوني بطنه. فحضرتك انا دخلت القصر العيني وانا محاليل 11 يوم، كل يوم بيتابعوا لي وظائف الكلى، كل يوم لدرجه ان هم عملوا لي بذل من ظهري ما بين ضلوعي، سحبوا لي ميه وانا كده من غير بنج ومن غير حاجه. يا فندم ده بذل من البلوره، من ده حصل تجمع مائي في الغشاء البلوري فكان ضغط الرئه، فدخلوا بابره من ظهرك من ورا من ما بين الضلوع عشان يسحبوا الميه اللي على الرئه. ايوه يا دكتور عادل، بالظبط هو ده اللي حصل. 11 يوم حضرتك ده اللي حصل لي فيهم، لازلت لحد دلوقتي بمرور الشهر الجاي يبقى سنتين
بأعاني، وإن أنا بتابع مع دكتور كلى الكرياتينين، لازم كل 6 شهور بروح أحلل. كام الكرياتينين؟ 1.2 تقريبا. طيب يعني دلوقتي معقول الحمد لله. طيب فحضرتك دلوقتي أنا زوجي بيدفعني مرة تانية إن أنا أخد تجربة إن إحنا نخلف. لا أنا حضرتك كنت زي ما حضرتك قلت كنت هبقى وفاة، حالة وفاة. فاضل حضرتك لازم تصلي ركعتين شكر لحضرتك على قيد الحياة الحقيقة. حاضر هجاوب حضرتك. هذا تكيس مبيض من درجة شديدة يا مدام ريهام، اللي كان عندي تكيسات وخلصت، ويا مدام منة اللي أنا مش عارفة أنا عندي إيه. ها ومدام ريهام أصلا بيقولوا لي إن اللبن اللي في صدري هو سبب هذه المشكلة، هذه التكيسات هي من درجة شديدة والتي لا تشفى أبدا، والتكيسات إذا تم علاجها بمنشطات فقط قبل ضبط الخلل الهرموني فهو تصريح بالوفاة. تكيس المبيض خلل هرموني، يجب إصلاح هذا الخلل الهرموني بفقد الوزن وبأخذ أدوية لعلاج تكيس المبيض وبأقراص من الحمل في الدرجات الشديدة، وإذا كان في سمك شديد في بطانة الرحم يجب التعامل معه جراحيا بكحت، ثم بعد ضبط هذا الخلل نبدأ تنشيط تبويض، وتنشيط تبويض لازم يكون متعقل. أما مدام فاطمة فإذا كان تحليل الزوج وصل للأرقام دي ممكن، والكرياتينين كده ممكن ناخد تنشيط للتبويض، وإذا كان الـ AMH عالي قوي ممكن نلجأ لمنظار لعلاج التكيسات، حيث بعد المنظار يستجيب المبيض لأدوية تنشيط بجرعات أقل وبالتالي يحدث تبويض دون اللجوء إلى فرط التنشيط. ده مختصر الكلام. ربنا يشفيك ويعافيك. ومعانا مين؟ أمل من الدقهلية، وبعدين لو سمحتوا نعرض الورقة دي لأن ليها علاقة بقى بتكيس المبيض عشان برضو الحلقات السابقة. أمل اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. بعد إذنك يا دكتور أنا بس عندي استفسار. أنا كنت حامل من 3 شهور وسقطت. أيوه. وانا بقالي سنه عامله متابعه تبويض لان انا حصلت عندي مشاكل في التبويض، انا والده مرتين قبل كده. ايوه فندم. وكنت باخد منشطات وكده وحملت في شهر 7 والحمل سقط لوحده. ايوه فندم. حضرتك قبل كده حملتي وولدتي لما كانت هرموناتك كويسه، حصل خلل في الهرمونات ادى الى ضعف التبويض فبقيت اخد فتاخرت في الحمل، ولما حصل حمل انتهى باجهاض، والوقت كمان مع تاخر الحمل والدورة اللي كميتها وعدد أيامها تغيروا عندي ضعف في التبويض، وكمان لا يستجيب للمنشطات، والمنشطات بدل ما كنت من سنة بيحصل حمل وينتهي بإجهاض نتيجة لسوء نوعية البويضات، الوقت سوء نوعية البويضات زاد فما بقاش يحصل حمل من أساسه. لا أنا ما حملتش من سنة، أنا كان حملي من 3 شهور والتبويض عندي بقى كويس، بس هو الدكتور اداني الشهر ده كان حجم البويضة 13. هو يعني بقالي سنة باخد منشطات أقصد يعني. أيوه اتفضلي. لا مش بقالي سنة، لا أنا خدتها تابعت على منشطات 3 شهور بالظبط. ممتاز. بس انما ما بعد ما حصل الحمل والحمل اجهض الدكتور اداني الشهر ده منشط، قال لي دي اخر مره وبعد كده ايه يعني خلاص احنا هنشوف الدنيا هيبقى فيها ايه. ايوه يا فندم. ثانيه واحده، حلوه الجمله دي. دي اخر مره وبعد كده هنشوف الدنيا هيبقى فيها ايه. فحضرتك خدت الجمله دي وقمتي. ايوه هنشوف ايه يا دكتور؟ يا فندم هو أيوة. قال لي ايه اللي هنشوفه بقى؟ لا يا فندم انا كنت رافضه اخد المنشط، فهو قال لي طيب ثواني، هو قال لي يعني ايه هو حجم البويضه 13 واحنا بنحاول عشان خاطر انت عايزه تخلفي كمان. ايوه. هو المهم ان هو اداني يعني هي الدوره انتظمت، كانت منتظمه بعد الاجهاض، ما يعني ما طولتش ونسبه الدم كويسه وما فيش حاجه. الشهر ده الدوره اتاخرت فعملت تحليل دم، التحليل اللي هو الايجابي والسلبي، واداني ايجابي، اداني ان في حمل. وبعدين جيت من امبارح بدا ينزل عليا دم، دم أيه. لونه بني. ايوه. بس انا مش عارفه يعني هو هل ده حمل ويعني بيحصل اجهاض للمره الثانيه ولا اصلا ما فيش حمل. انا لما قلت للدكتور الدكتور قال لي طب خدي علاج تثبيت، ورحت كشفت الدكتور قال لي مش هيبان في السونار، او هو مش باين في السونار، هو اللي باين دلوقتي ان حجم الرحم كبير وبطنه الرحم تخينه اللي هي علامه من علامات الحمل. حضرتك اعملي اختبار حمل في الرقمي في الدم وبلغيني بيه الاسبوع القادم عشان نشوف حضرتك كنت حامل من اساسه ولا لا، واذا طلع مفيش حمل هقول لحضرتك التفسير الواضح ان اختبار الحمل اللي في البول طلع ايجابي ايه، وحضرتك عندك خلل واضح في عمليه التبويض وقبله خلل في الهرمونات يجب علاجهم. تمام. بالتوفيق ان شاء الله. خلي بالكوا كده، لقى حجم البويضه 13 وقال لي ده التبويض ضعيف وانت لازم تاخدي منشطات، وانا رفضت ان انا اخد منشطات. تمام. زي بنتي عندها كيس على المبيض 8 سنتي وانا بروح للدكاتره عشان واحد يقول لي ان ايه ما تعملش عمليه. ممكن نشوف بعد اذن حضراتكم من حلقتين ثلاثه احدى السيدات اتصلت وقالت انا عندي انا حصل لي تسمم حمل
وقالت ان انا قلت للدكتور ان انا والدتي كانت حامل فيا وجالها تسمم حمل، فقال لي لا علاقه على الاطلاق بين تسمم الحمل اللي جه لامك وبين حضرتك يجي لك تسمم حمل. فانا قلت لها ان الكلام ده غير علمي على الاطلاق. فانا جايب لحضراتكم ده المختصر من اكبر مراجع علم الولاده، ها، ووفقا لاحدث التحديدات لايه هي عوامل الخطر للاصابه بتسمم الحمل. مين الستات اللي عندهم علامات خطر الاصابه بتسمم الحمل؟ لو تعرفوا كم الجرعات والكلام العلمي اللي بيتقال في الحلقه دي خلال ساعه، الحمد لله. يعني نقرا كده مع بعض بعد اذن حضراتكم مين الستات المرشحات لاصابه بتسمم الحمل. نمره 1 برايمي باراز الحوامل لاول مره، 2 مالتيبل بريجننسي الحامل في توأم اكتر، 3 previous undergone preeclampsia اللي جالها تسمم حمل قبل كده خاصة إذا حصل قبل الأسبوع 34 من الحمل أو كان من درجة شديدة أدى إلى ولادة مبكرة، اللي سنها أكبر من 40 سنة وحامل، اللي عندها ارتفاع في الضغط من قبل الحمل، اللي عندها مشاكل في الكلى، اللي عندها سكر أو اللي جالها سكر حمل، اللي عندها connective tissue disease اللي هو مرض الأنسجة المدعمة زي السيستيميك لوبس اللي هي الذئبة الحمراء، انتي فوسفوليبيد سندروم الاجسام المضاده للدهون الفوسفاتيه اللي هي الاجسام المضاده لعوامل التجلط. نشوف كمان اللي انا بقوله كل مره، هاي بودي ماس اندكس الستات اللي وزنهم زايد خاصه اللي عندهم معامل كتله الجسم فوق 26، ده بالمناسبه ده يعني ده نسبه كبيره جدا من الستات يبقوا كده. نقرا كده بقى السيده اللي اتصلت وقالت امي جالها تسمم حمل والدكتور قال لي ماليش اي علاقه، نقرا اللي بعديها دي اللي هي واضحه تقريبا السطر قبل الاخير على الشاشه قدام حضراتكم. Family history of a mother or sister who have had preeclampsia، الست اللي اختها او امها جالها تسمم حمل، هي عرضه لتسمم الحمل بدرجه عاليه. الاخيره بقى ثرومبوفيليا الناس اللي عندهم زياده في عوامل التجلط، دول السيدات اللي عندهم عوامل خطر للاصابه بتسمم الحمل، التاريخ السابق بتسمم الحمل، السن اللي بيحملوا عن سن صغير قوي او سن كبير قوي، الحوامل لاول مره، المتعددات يعني التوائم او اكتر، اللي عندهم سكر حمل، اللي عندهم هم مشاكل في الضغط في او هم عندهم ضغط قبل الحمل او مشاكل في العائله من الضغط او عندهم مشاكل في الكلى او الاجسام المضاده للدهون الفوسفاتيه او الاجسام المضاده لعوامل التجلط او البدينات او اللي عندهم تاريخ عائلي للاصابه بتسمم الحمل في ام او اخت. نرجع بعد اذن حضراتكم اذا كان معانا اتصال تليفوني نستقبله. دي عوامل خطر الإصابة بتسمم الحمل. من ضمن بقى بالمناسبة يعني بمناسبة الكلام بيجيب بعضه، من ضمن الإصابة بتسمم الحمل والسيدات اللي عندهم نسبة عالية لإصابة تسمم الحمل المتكيسات، الناس اللي عندهم تكيس مبايض، ها، الناس اللي عندهم تكيس مبايض اللي الدورة بتاعتهم كميتها بتلخبط وبتتغير، واللي التبويض ضعيف واللي لقوا البويضه 13 واللي ما حملوش الا لما خدوا منشطات واللي لما بيحملوا بيحصل لهم اجهاض متكرر، الناس دول اذا عدوا الثلاث شهور الاولانيه عرضه للاصابه بتسمم الحمل اللي احنا جبنا لحضراتكم عوامل الخطر بتاعته. تمام؟ اتفضلوا. هي معاكم بس مش معايا، اتفضلي منى، اتفضلي. اهل الصوت راح فصل. تمام، في اتصال اخر اهو ان شاء الله. اتفضلوا. الو، ايوه يا فندم اتفضلي. لو سمحت يا دكتور انا عايزه بس حضرتك تتكلم على الحاجات اللي هي الاساسيه لاول شهر الحمل. حاضر حاضر. حضرتك عندك كام سنه يا فندم؟ حامل جديد، حامل شهر. حامل في شهر، ده حضرتك؟ 27. حاضر، ومتجوزه بقالك قد ايه؟ ومتجوزه بقالك قد ايه؟ 3 سنين. 3 سنين؟ 3 سنين. وده أول حمل يحصل؟ لا، ثاني حمل. ثاني حمل؟ وحالتك النفسية مش ولا بد كده؟ حاضر. نرجع إلى الكتاب المحكم، إلى القرآن اللي قال حملته أمه وهنا على وهن، وبعض المفسرين قالوا وهنا على وهن اللي هو ضعفا على ضعف نتيجة للضعف، وده توكيد لفظي، قالوا كده إن ده توكيد لفظي إنك تكرر اللفظ مرتين. لكن الحقيقة أطباء النساء والتوليد لهم فكر مختلف في تفسير هذه الآية إذا كان لنا أن ندلي بدلونا. فالآية بتقول وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، هنا التكرار ليس للتوكيد اللفظي لكن في اختلاف
الوهن الأول اللي بيحصل للسيدات الحوامل هو الوهن النفسي. أول 3 شهور مفيش تعب بدني، الست مش حامل، بطنها مش كبيرة قدام، مش يعني حامل بطنها مش كبيرة قوي قدامها، ما عندهاش التقل والمشاكل اللي في ظهرها وتقلها وحركتها، وبالتالي عندها تقل جديد اللي هو الوهن البدني. أول 3 شهور من الحمل فيهم يا سيدة الفاضلة فعلا زي ما حضرتك بتقولي كده وهن نفسي، الست تبقى قاعدة مستنية أنها تحمل، وده خبر تنتظره الستات كلها وحدث سعيد في حياة الستات كلها وتتباهى به السيدات، ونفسها أنها تحمل، ومنين ما تعرف أنها تحمل بعد أسبوع 10 أيام يفتحوا عليها الباب يلاقوها قاعدة بتعيط، وكلمة الستات المصرية الشهيرة أصلي مخنوقة ونفسي أعيط عشان أتفك. تمام، هو ده كلام مظبوط؟ ايوه ده كلام له اساس علمي واضح ومثبت. اللي بيزيد اثناء الحمل وفي الايام الاولى من الحمل هو هرمون البروجستيرون، وهرمون البروجستيرون هرمون يثير الاكتئاب عند بعض السيدات خاصه عاشقات الكآبه وما اكثرهن اللي عندهن استعداد لده. والستات تلاحظ كده ان قبل نزول الدوره بيوم او اتنين بتبقى حالتهم النفسيه انهم مكتئبين ومش طايقين نفسهم وبيخانقوا دبان وشهم، ومثبت بالدراسات العلميه كلها ان كل الجرائم التي ترتكب بالسيدات ترتكب في الاكثريه في فتره قبل الدوره، حيث البي ام اس البريمنسترال سندروم تنشن سندروم نتيجه للتاثير بتاع هرمون البروجستيرون. مجرد ما الست تحمل هرمون البروجستيرون اللي بنقول انه بيعمل كآبه وبيعمل اختلالات عصبيه ونفسيه ومزاجيه وتصرفات عدوانيه بيزداد مئات الاضعاف في الايام والاسابيع الاولى من الحمل، وبالتالي الاختلالات النفسيه والاعراض الاكتئابيه في اول الحمل وارده جدا، ونلاقي ست بتعيط ومخنوقه وقافله على نفسها وما بتنامش كويس رغم ان الطبيعي مع الحمل ان تبقى دماغها تقيله وانها بتنام كتير. وبالتالي يجب على الازواج والأمهات والمرافقين للسيدات الحوامل أن يفهموا هذه المشاكل النفسية وأن يبرزوا دعمهم النفسي للسيدات. الست الحامل في أول الحمل ما تتسابش لوحدها، نقعد نكلمها كتير، نفكرها كده بأنها كانت بتسعى للحمل ده، ونخفف من الألام النفسية ونطبطب عليها. هي متصلة بيا علشان ما حدش بيطبطب في البيت، فلو سمحتوا اللي موجود في البيت، الأستاذ اللي موجود في البيت اللي هي أصداء بهذه المكالمة، أرجوك تطبطب وتدلع حتى لو بالكلام بس، هي متصلة عشان كده. وديني قلت يا ستي اللي عندي لوجه الله. عايزين الطبطبة والدلع يستمر من أول الحمل، وبعد 3 شهور الأولين نبقى نرجع تاني إذا كان يعني. كل السيدات وكل الأنسات في قبل هذا الموعد بساعة من الزمان يتكرر معكم اللقاء، والجديد والمفيد والسعيد دائما معنا ومعكم في حدث سعيد.